مرة تانية بحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين من جبل التطويبات داخل كنيسة التطويبات، سميت نسبة إلى تعليم يسوع المسيح على الجبل عندما ابتدأ بكلمة طوبة. هذا المكان جميل جداً حيث ترتفع عن بحيرة طبرية، فكل المنطقة حولي جميلة جداً. في هذه المنطقة كان المسيح يجول ويعلم ويصنع المعجزات أيضاً. في هذه الحلقة رح نتكلم عن قول المسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. فابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أحبائي المشاهدين، إحنا على جبل التطويبات أمام كنيسة جبل التطويبات، جميلة جداً من برا بتشوفوا الأعمدة وكمان حلوة من جوا، وطبعاً جميلة بسبب المناظر الطبيعة اللي حوالينا. هذه أول جملة ابتدأ فيها يسوع المسيح بعظته الشهيرة على الجبل، قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. تخيل أنت الصدمة، الناس المجتمعة حول يسوع أول كلمة بتسمعها طوبة. كمان يعني هاي هي رسالة يسوع، هاي إرسالية يسوع على فكرة. في مجمع الناصرة قال يسوع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ابتدأ على الجبل هون طوبة للمساكين، في الناصرة قال مسحني لأبشر المساكين، وعندما طلب من تلاميذ يوحنا أن يخبر يوحنا قال اذهبا واخبرا يوحنا العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. فواضح أن هذه طبيعة إرسالية يسوع المسيح. فتخيل الناس المستعبدة من الرومان ومستعبدة من التقاليد الكثيرة المنتشرة في هذه المناطق، أول كلمة بيسمعوها طوبة. فيعني كلمة طوبة هي على فكرة كلمة جميلة جدا، هي مش عربية لكن عربت، هي مأخوذة من كلمة بأتيتيود من الكلمة اللاتينية. أصلا الكلمة من مكاريوس في اليوناني بتعني يا للسعادة، بالعبري بتعني يا لغنى. أوشري أو الجبل اسمه هار هأوشر، يعني جبل الغنى. فإذا كلمة طوبة تعني ببساطة يا لهناء، هنيئا، يا لغبطة، يا لسعادة، يا لغنى، يا بركة سعادة، يا طوبة، يعني بهنئ الشخص الآخر، يا لفرح، يا لبركة. كل هذه المتضمنات في معنى واحد. فالمسيح ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. المسكين بالروح أحبائي هو الذي يعرف حقيقة نفسه أنه لا شيء، يعني يعترف بعجزه الكامل أمام الرب، يعني بكلمة أخرى يعلن إفلاسه الروحي الكامل. ما عندوش شيء، يعني لا يستطيع أن يأتي بذات أو بكبرياء أو بكفاءة أو بأي إمكانية، سوى بكل بساطة بيلقي حياته على نعمة ورحمة الله. طوبى للمساكين إنها بداية التطويبات، وهي البداية أحبائي هي أساس لكل البركات. طوبى للمساكين بالروح هي التمهيد لكل بركة ما تأتي بعدها، وكل تعليم بيتكلم عنه الرب يسوع له كل المجد. هي الموسيقى، هي النغمة اللي فعلا النغمة الأولى اللي بتمهد لكل العظة على الجبل. أحبائي يعني لا تعني إنه الإنسان
بيكره نفسه أو بيقلل من أهميته، أو التواضع الكاذب أو التواضع المصطنع. لكن بكل بساطة تتكلم عن شخص مثل ما هو، أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، ولكن بيعرف حالته. إذا عاوز يجي أمام الرب ما بيقدر يجي بكبرياء ولا بأي ذات ولا بأي شيء صالح فينا، فهو بكل بساطة بيعلن إفلاس كامل، إفلاس روحي أمام الرب. فالمسكين هو اللي بيشعر بالحاجة الملحة إلى الله، والمسكين هو اللي عاجز أن يوفي بقدرته الذاتية على نقيض هذا العالم. بيمدح الذات طبعاً ولفت الأنظار والانتباه إليه. أما المسكنة الروحية أن نكون أمناء مع أنفسنا، مثل ما ذكرت، أن لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي، بل نرتقي إلى التعقل. فالمسكين بالروح هو فقير دائماً إلى نعمة وإلى رحمة الله. المسكين أحبائي هو اللي بيعتمد بالكامل على الرب. Well, it's a good thing that Jesus says, blessed are the poor in spirit at the beginning. What does it mean to be poor in spirit? To be poor in spirit means to really recognize your brokenness before God. To be poor in spirit means to recognize your need. And so he starts off by saying that the people who belong to the kingdom of God are the people who recognize their need. They know they'll fail. God knows they'll fail. God is never surprised. But God says that that's who makes up those who accept his rule. What does it mean to be meek? It means not to be artificially humble or put on a show, because Moses was considered a very meek man, and yet he was a person who was raised in a palace. He was a national leader. He was a liberator and a deliverer. But he was meek because he knew that without God, he couldn't do any of this. To be meek, to be poor in spirit, is to know that you will fail and that you need God, and that it's a relationship, it's a walk, his forgiveness is available, he calls the shots from the beginning, and if you fall, you will rise again. And because he forgives you, you're going to be able to forgive others. It's a whole relationship. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. يمكن كتير منا بيتذكر قصة مشهورة ذكرها الرب يسوع المسيح عن مثل الفريسي والعشار. الفريسي هو الشخص المتدين، بتعني المنفصل أو المنعزل، اللي بيحافظ على الناموس وتقاليد الشريعة مكتوب، والعشار اللي هو طبعا بيجبي الضرائب، جابي الضرائب. مكتوب عنهم اثنان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقفه وابتدى طبعا في الاعتداد بالذات: اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الخاطفين الظالمين الزنا، والمصيبة الكبرى قال، ولا مثل هذا العشار. ابتدى يعدد حسناته: أصوم مرتين في الأسبوع، أعشر. وهكذا ابتدى يعرض يستعرض عضلاته الروحية أمام الله. أما العشار فلم يشأ أن يرفع عينيه إلى فوق، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. مكتوب عن العشار جاب الضرائب، خرج مبررا دون ذاك. تصور المتدين كانت صلاته استعراض عضلات روحية فيها كبرياء. العشار هو المسكين بالروح اللي جاء بالحالة اللي الله بيطلبها. فالمسكين بالروح هو غير المنشغل بذاته مثل الفريسي، اتكاله واعتماده الكامل على الرب. سعيد من يعرف حقيقة نفسه، يشعر بحاجته للرب. اليهود من ناحية تانية
كان بيفتخروا إنهم أولاد إبراهيم. يوحنا المعمدان وبخهم إنه الرب قادر إنه يصنع من الحجارة أولادا لإبراهيم. والرب يسوع كمان وبخ اليهود في أيامه، قال إنه يعني أنتم لستم أولاد إبراهيم، لو كنتم أولاد إبراهيم لا أعملت أعمال إبراهيم، سمعت وآمنت بي، لكن نعتهم إنهم أولاد بيصنعوا مشيئة الشيطان. أحبائي، الشخص اللي بيفتخر والمتكبر واللي معتاد بالذات، سواء كنت ما كنت أمام الله، ما فيك تيجي إلا بتواضع، بانكسار، بانسحاق، اعتماد كلي كامل على نعمة الرب. ما تكونش منشغل في ذاتك، في أعمالك، في حسناتك، في إمكانياتك. بكل بساطة أنا جاي ما عنديش إشي، هو أصلاً أنا أمام الله المالك السماء والأرض، أنا أمام الرب اللي شايف قلبي وعارف خفايا كل شيء عني. هذا أحباء المسكين اللي بيتكلم عنه الكتاب، اللي بيشعر بعدم الاستحقاق، اللي بيطرح نفسه بالكامل على نعمة ورحمة الله. فالله ضد المتعالي وضد الشخص المعتاد اللي بيعتاد في ذاته. في أمثل كتير أحبائي في العهد القديم وفي العهد الجديد. في مزمور 34 مكتوب: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. المسكين صرخ، مكتوب: يعلي المسكين من الذل، الرب سامع المساكين ولا يحتقر أسراه. أما اختار الله فقراء العالم، أغنياء في الإيمان وورثت الملكوت. يقول الكتاب أو الرب يقول: وإلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. أحبائي، هذه التطويبة الأولى: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. المسكين بالروح، هذه هي البداية النعمة في القلب. وعلى فكرة، لو أنت عاوز تيجي للرب، أنت لازم تيجي بعجز وبإفلاس روحي، ما عندكش أي تدين أو أي مظاهر، لأن الرب شايف وعارف قلبك. ثم ما هو المقياس؟ إحنا منقيس أنفسنا بماذا؟ لكن إذا منقيس أنفسنا بقداسة الله وبنقاوة وطهارة الرب، فنجد أنفسنا ونكتشف أننا حقيرون وأننا نحتاج نعمة الرب. أنا بصلي من نفس الجبل اللي تكلم منه المسيح، جبل التطويبات، إنه اليوم تأخذ هذا الموضوع بجدية، بأهمية، لأنه الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتعال للرب بقلب صادق وطاهر ونقي، وقول له: يا رب أنا ما عنديش إشي، أنا بطلب رحمتك وبطلب نعمتك، أحب أسمع منك. أعزائي المشاهدين من جبل التطويبات، أنا بشكر الله من أجل كل واحد بشاهد هذه الحلقات. وهي بداية التطويبات كانت اليوم اللي ابتدى فيها يسوع: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. بصلي من كل قلبي أنك استفدت وتباركت من خلال هذا التعليم. وطبعا المسيح دايما كان يهاجم المنافقين والمرائين، يعني اللي لهم صورة التقوى لكن منكرون قوتها، اللي بيعتادوا بالذات أو محبة الذات، واللي عندهم كبرياء لكن يخلوا إلى النية والقلب الصادق والدافع الصحيح. فابتدى يكلم بهذا الموضوع: طوبى للمساكين بالروح. هذا هو غرض المسيح لكل واحد، الشخص اللي بيشعر بحاجة ملحة إلى الرب، اللي بيعلن إفلاسه الكامل، الإفلاس الروحي، أنه بدون الرب لا يستطيع أن يفعل شيء. هذا هو التواضع، وهذا هو الانسحاق والانكسار في نفس الوقت. بصلي أن هذا التعليم كان سبب بركة لحياتك.
على فكرة بحب أسمع منك، اتواصل معنا.